يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الكلمات: بعير له رغاء، وفرس له حمحمة، وشاة لها ثغاء، رقاع تخفق، نفس لها صياح؟ شيء فشيء، ما أظن أحد منكم يجهل رغاء البعير، ولا أحد منكم يجهل ثغاء الشاة أو البقرة لها خوار، ما أحد منكم يجهل هذا. أنتم عرب، عرب فصحاء، أحد منكم يجهل هذا؟ وش غيره؟ فرس له حمحمة، حمحمة الفرس، صهيل الفرس، كلكم يعرف هذا. نعم، حتى العجم يعرفون هذا. نعم. رقاع تخفق، الرقاع والله أعلم الأموال التي إما ملابس وإلا أشياء. نعم. ونفس لها صياح، نفس لها صياح، قد يكون والله أعلم المراد به ما سبق من ثغاء الشاة ورواء البعير، ويعني كل ما له نفس وحياة، كل ما له نفس وحياة وله صوت. وقد يراد بالنفس النفس المقتولة بغير حق، أنه يأتي يوم القيامة ويقتص منه للقتيل يوم القيامة، وأول ما يحكم يوم القيامة بين الناس في الدماء. نعم. وقوله يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، صامت هو الذي ليس له صوت، مثل الذهب والفضة والثياب. نعم.